فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم إنها سألت من هو هذا الرجل إلى أن انتهى الأمر إلى أن أخبرها أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقالت وما بقاؤنا على هذا الأمر، يعني على الإسلام، إلى متى يبقى الإسلام؟ قال ما استقامت لكم أئمتكم، يعني الولاة. إذا استقام ولاة أمور المسلمين على نصرة الإسلام فإن الإسلام يبقى، وإذا تخاذل ولاة الأمور عن نصرة الإسلام فإن الإسلام يضمحل أو يزول في بعض النواحي، لا أنه يزول بالكلية، لأنه سيبقى إلى أن تقوم الساعة، لكن قد يزول في بعض النواحي أو بعض البلدان نتيجة لتفريط ولاة الأمور لهذا الأمر. فهذا مما يحذر ولاة أمور المسلمين وفقهم الله وأعانهم على ما حملوا، أن يقوموا بنصرة هذا الدين وأن لا يغفلوا عنه وأن لا يتساهلوا في أمور الكفار تدخل إلى بلاد المسلمين وتختلط مع دين الإسلام. من ذلك الصمت في الحج. الحج في نفسه عبادة وهي من دين الإسلام، ولكن الصمت فيه هذه زيادة، هذه بدعة إضافية، هذا ما يسمى بالبدعة الإضافية.